السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. نهاركم أو صباحكم مبارك ونهاركم سعيد لكل الأمهات مني ومن منتجات نبيل الفخمة. نبيل من عيلتنا لعيلتك، نحكي لكل أمهاتنا وكل أمهات الوطن العربي كل عام وأنتن بألف خير. بسعدني أطلع عليكم من معرضنا في على طريق المطار بالقرب من وزارة الخارجية، وطبعا نحكي لكم صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى. اليوم بهاللايف الجميل راح أوزع أربع هدايا على أربع أمهات معانا على اللايف، وطبعا زي ما تشايفين الهدايا عبارة عن خلاطات يدوية رائعة ومميزة جدا، راح تكون من نصيب طبعا إحدى المشاركات معانا على هاللايف. المطلوب منكم فقط لا غير انكم تسووا لايك على نبيل فود، تستعيعون مشان الضوء ومشون احسن يوم، بس تسوونا مشاركة لهالبث وتسوونا لايك لصفحتنا على الانستغرام نبيل فودز، وكمان تسوولنا ان شاء الله لايك على صفحتنا على الفيسبوك، وانتظرونا في برنامج مطبخ رؤية مع نبيل يوميا في رمضان الساعة 3:30 حتى نعرفكم على كوكبة كبيرة وكثيرة من منتجات نبيل الرائعة والمتميزة. منتجات نبيل هو مصنع كبير جدا، مصنع عنده معدات وتقنيات عالية جدا، وطبعا ما بيستخدم المواد الحافظة ولا النكهات ولا الألوان الاصطناعية، كل منتجاتنا منتجات صحية وتناسب كل العيلة. منتجات نبيل هي منتجات بتناسب الفطور والغداء والعشاء، أعياد الميلاد، الحفلات، كل شيء حتى الأعراس. فمنتجات نبيل هي منتجات رائعة ومميزة وصارت لايف ستايل موجودة، وطبعا فيكم تطبخوا منتجات نبيل كلها بلا استثناء بالإير فراير حتى تاكلوا أكل صحي إن شاء الله. اليوم معنا هدايا قيمة، أربع خلاطات هاند ميكسر من أرقى الماركات راح يروحوا لأربع فائزات أو فائزين بمناسبة عيد الأم. إن شاء الله يا ربي كل أمهاتكم ويكونوا بألف خير وسلامة، وبالنسبة للي فاقد أمه نحكي له الله يرحمها ويرحم اترابها. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى، أنا في معرض نبيل على طريق المطار، وما ننسى أنه في معرض كمان بشارع عبد الله غوشي، وطبعا في خصومات. كيف عندك الخصومات اليوم؟ إذن فوق العشرين دينار في 10%، اشتري بقيمة 30 دينار أو أكثر واحصل على مقلاة زيت وحافظ الطعام مجانا. هذه طبعا العروض أو بعض العروض الموجودة عندنا. منتجات نبيل مؤخرا زدنا عدة منتجات جديدة، اللي منها طبعا البلانت بيست اللي هي منتجات نباتية بالكامل حتى الناس النباتيين يتمتعوا بها الوجبات، من ناجتس ومن بيرجر إلى آخره، شغلات كثير مرتبة. عندنا كمان البريميوم اللي هي من الكباب، حبينا ندلل زبايننا أكثر فأنتجنا لكم ذات اللون الأسود اللي هي طبعا بعض المنتجات البريميوم اللي كمان مميزة جدا بنكهاتها والمصنوعة من اللحوم الطازجة من أستراليا والبرازيل، وطبعا اللحوم كلها حلال بشهادة هيئة علماء المسلمين المتواجدة على مدار الساعة في كل مذبح موجود من كل دولة منجيب منها اللحم، بالإضافة للرينج الكبير اللي عندنا من المعجنات من كبة ومن سمبوسك بأربع أنواعها، الكبة حوالي 7-8 أنواع، والكثير من المنتجات اللي راح تستمتعوا فيها إن شاء الله في رمضان. وراح أنا يوميا الساعة 3:30 في رؤيا أعملكم فكرة لطبق يومي. الآن في هاي اللحظة بدي أوزع أول هدية، وهي عبارة عن خلاط هاند ميكسر كهربائي من أفخر أنواع أو الماركات لسيدة فاضلة أو سيد فاضل معانا على اللايف. ونحكي بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هذا الشخص من هو؟ بعرفش، أنا مش شايف لأني هون. أيوة، أم عيسى. نعم، القيسي. السيدة أم عيسى القيسي، مبارك عليك خلاط أو هدية. نحكي لك كل عام وانت بخير،
بمناسبة عيد الأم. بالإضافة للمواد الجديدة اللي صارت عندنا هاي السنة ما كانت عندنا السنة اللي فاتت، هي المجموعة الرائعة والمميزة من الخضروات، الخضروات طبعا المجمدة الطازجة اللي بنجيبها من أفخم المصادر، وكلها طازجة وبشكل أنيق جدا. الملوخية شوفوا لي هون، الملوخية صارت متوفرة، أنا بنصحكم باستخدام الملوخية، جربتها ما شاء الله تبارك الله، خضرة وفرش نكهتها. وطبعا احنا نبيل اسم كبير، وبالتالي احنا بنحافظ على سمعتنا وبنحافظ على منتجاتنا، ففي رينج كبير من الخضروات المميزة، وراح تشوفوا اول يوم في رمضان راح اطبخ لكم من الخضروات. في عنا اذا في عنا فاصوليا، في عنا الملوخية، في عنا البامية طبعا في الزيرو، هاي عنا البازيلا والجزر كمان، يعني كلها منتجات فخمة. نبيل أكيد ما له بديل، ونبيل من عيلتنا لعيلتك، وإحنا بنهتم بأدق التفاصيل حتى يكون عميلنا دائما راضي ومبسوط لما يجي يتسوق، وحولنا متعة أو تجربة التسوق إلى متعة في معارضنا في طريق المطار وشارع عبدالله غوشي. موظفينا جاهزين لاستقبالكم، عروضنا مستمرة، أهلا وسهلا فيكم. معلش بس آسف، الآن بدنا نعطي الجائزة الثانية واللي عبارة عن خلاط هاند ميكسر بمناسبة عيد الأم. إن شاء الله يا ربي كل عام وأنتن بألف خير. خلينا بس نفرج السحب على الكاميرا، راح عدة ثلاث، وأول شخص بطلع بدنا نعطيه 1، 2، و3. مين الشخص الآن؟ رشا أنور. السيدة رشا أنور، كل عام وأنت بألف خير. 4 هدايا مقدمين اليوم من نبيل، خلطات يدوية، هاي خلطات راح تفيدكم جدا جدا في البيت. تعالوا معي بس أفرجيكم مجموعة البرجر الموجودة عندنا. طبعا فيليه دجاج الحار وفيليه دجاج الغير حار متوفر هون في معرضنا، وكمان عندنا مجموعة كبيرة من البرجرات، سواء برجر اللحم أو برجر الدجاج بجميع الأوزان والأحجام، وفي عنا جميع الخيارات متوفرة في حال بدكم تشتروا من هالبرجر. نمشي شوي كمان، بدي أفرجيكم على المنتج الجديد اللي صار في معارضنا وفي مصنع نبيل ومنتجات نبيل، اللي هو طبعا أصابع الجبنة الشيز ستيك. وطبعا هاي بس بنصحكم اقلوها لمدة 2 دقائق على زيت حار جدا حتى ما تطلعش الجبنة من جوا. طبعا تشكيلة المعجنات حدث ولا حرج، سمبوسك اللحم، سمبوسك الخضار، سمبوسك الدجاج، وسمبوسك الجبن اللي هو مصنوع من جبنة الحلوم الصافي 100%، والمعالجة حتى ما تكونش مالحة كثير وتناسب جميع الأذواق. زي ما انتم شايفين عنا من الدجاج شيش طاووق، عنا صدر الدجاج ب4 نكهات، عندنا طبعا التندوري للناس اللي بيحبوا، وهسه اقترب الصيف مع انه الجو بارد، لكن الربيع بلش، ممكن الاسبوع الجاي يكون الجو ادفى. ففي تشكيله كبيره جدا من منتجاتنا اللي بتناسب الشواء للرحل، للمشاوير، نازلين على البحر، على طريق المطار، رايحين على اربد، على جرش، ففيكم تاخذوا هاي المنتجات كلها تشتروها الصبح وتخلوها بالسياره، ما بتصلوا المنطقه اللي انتم جاهزين ان شاء الله. لعشاق البيتزا تشكيلة كبيرة من البيتزا الرائعة والمميزة، فيكم تسخنوها بالمايكروويف وفيكم تسخنوها بالفرن العادي، يعني اشي مميز ورائع. عندنا بيتزا الأجبان 4، عندنا بيتزا الخضار والمارغريتا، ما شاء الله كل شيء تمام. الكب نوعين، كب 25 جرام، 50 جرام، وطبعا الشيش برك متوفر وموجود. قد ما بحكي لكم عن منتجاتنا، أكثر من 500 منتج موجودين بكل نقاط البيع وفي معارضنا، معرض طريق المطار ومعرض شارع عبد الله غوشي. بنداوم من الساعة 10 حتى الساعة 10 مساء موجودين، اهلا وسهلا فيكم وتعالوا واستمتعوا. طبعا اللحومات الباردة حدث ولا حرج، عندنا تشكيلة كبيرة من المرتديلات واللحوم الباردة من التركي والحبش المدخنة اللي بتناسب كمان الطلاب بس يروحوا على المدارس، فيكم تسيروا لانش بوكس وتسيروا لهم السندويشات المميزة. زي ما انتم شايفين الشاورما موجودة، يعني الهوت دوغ بانواعه، رقائق او حلقات الدجاج، يعني منتجات كثيره، الفاهيتا
فيعني انتو ست البيت بتقدري تيجي وتستمتعي وتشتري اللي انت بدك اياه واللي بناسبك من منتجات نبيل الرائعة اكيد والمميزة. ظايل عندنا الان هديتين مخلطات كهربائية مقدمة من نبيل، اعطينا اثنين، خلينا الان نسحب على الثالث. كتبوا تعليقاتكم في هاي اللحظة وسولنا ضايل ثنتين بابا، ثنتين ضايل ثنتين. كتبوا تعليقاتكم الان، كتبوا شيراتكم لايكاتكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا، نبيل فودز على الانستغرام ونبيل فود على الفيسبوك، وموجودين بكل مكان، حتى تطبيق طلبات احنا كمان موجودين. عملنا فيديو تعليمي كيف تنتقوا بضاعتكم من خلال هذا التطبيق المميز. خلنا نسحب الان على الهدية الثالثة واللي عبارة عن خلاط كهربائي. بتعد الثلاث واللي بيطلع معك اول تعليق تختاره فورا. نقول 1، 2، و3. إيمان ملحم. السيدة إيمان ملحم، فزتي معانا بخلاط كهربائي مقدم من نبيل. كل عام وأنت بألف بألف خير. والآن بدنا نسحب كمان على الهدية الرابعة، ما بنعرف تكون من نصيب مين، بس في هاي اللحظة كثفوا تعليقاتكم، كثفوا شيراتكم، كثفوا لايكاتكم كرما لا أمرا. بدنا نعد 1، 2، و3. الآن علا سلام، السيدة علا سلام، مبروك عليكي خلاط كهربائي مميز من عيلتنا لعيلتك، باسمي وباسم منتجات نبيل الرائعة والمميزة جدا والمنتشرة في كل الأردن. نحكي لكل أمهاتنا وأمهات الوطن العربي كل عام وأنتن بألف خير. كل الاحترام، كل التقدير لكم، نهاركم سعيد، وبتمنى لكم بقية نهار مباركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.